السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميس غدير مدرسة لغة عربية برايمري 1 دي. هنراجع النهاردة على اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية هي لام تكتب وتنطق وحروفها 14 حرف، جمعناهم في جملة اسمها جحا، غبي، فك، مخ، وقع. أما اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تنطق وحروفها 14 حرف، ليها أغنية وهي اللام الشمسية، تبدأ بالتاء والثاء وتنتهي باللام والنون، ومعاهم 10 حروف إخوات، الدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء. تعالوا نشوف السؤال اللي قدامنا. اقرأ الكلمات التالية وضعها في المكان المناسب من الجدول. الجدول عندي في لام شمسية وفي لام قمرية. الكلمة اللي بها لام شمسية هضعها في الخانة بتاعتها، والكلمات اللي فيها لام قمرية هضعها في الخانة التانية. أول كلمة الشمس، احنا قلنا ان اللام الشمسية ما بنطقش حرف اللام، والحرف اللي بعد الألف واللام بيكون عليه شدة. أما اللام القمرية اللام بيكون عليها قمر صغير اللي هو السكون. أول كلمة الشمس، الحرف اللي بعد الألف واللام حرف الشين، وحرف الشين موجود في أغنية اللام الشمسية، وحرف الشين عليه شدة، تبقى دي لام إيه؟ تبقى دي لام شمسية، وكمان ما نطقتش حرف اللام. الشمس، يبقى كلمة الشمس دي لام شمسية. الكلمة اللي بعديها القمر، نطقت حرف اللام، قلت ال، وحرف اللام عليه قمر صغير اللي هو السكون، والحرف اللي بعد الألف واللام هو حرف القاف، وحرف القاف موجود في جملة اللام القمرية، تبقى الكلمة دي لام قمرية. القمر تبقى لام قمرية. الكلمة اللي بعديها النخلة، ما نطقتش حرف اللام، قلت أن، النخلة، الحرف اللي بعد الألف واللام هو حرف النون، وحرف النون موجود في أغنية اللام الشمسية، حرف النون كمان عليه شدة، تبقى دي لام شمسية. النخلة لام شمسية. الكلمة اللي بعديها المنزل، المنزل نطقت حرف اللام، وحرف اللام عليه قمر صغير اللي هو السكون، والحرف اللي بعد الألف واللام حرف الميم، وحرف الميم موجود في أغنية اللام القمرية، تبقى الكلمة دي لام قمرية. المنزل. الكلمة اللي بعديها الجمل، الجمل نطقت حرف اللام، وحرف اللام عليه قمر صغير اللي هو السكون، والحرف اللي بعد الألف واللام هو حرف الجيم، وحرف الجيم موجود في جملة اللام القمرية، تبقى الكلمة دي لام قمرية. الجمل. السوق، ما نطقتش حرف اللام، والحرف اللي بعد الألف واللام هو حرف السين، وحرف السين موجود في أغنية اللام الشمسية، وكمان حرف السين عليه شدة، تبقى الكلمة دي لام شمسية. السوق لام شمسية. السؤال اللي بعديه، أدخل ال على الكلمات التالية ثم ارسم علامة صح في المكان المناسب. كل الكلمات دي هنضع في أولها حرف الألف واللام، هنضع الألف واللام وهننطقها، وهنشوف الكلمة دي هتبقى لام شمسية ولا هتبقى لام قمرية. هو حال الأول مثال، نشوف مثال التاني معلم، هنضع الألف واللام هتبقى إيه؟ المعلم، المعلم.
لما وضعنا الألف واللام. المعلم. الحرف اللي بعد الألف واللام ده حرف إيه؟ حرف الميم، وحرف الميم موجود في جملة اللام القمرية، وكمان أنا نطقت حرف اللام، يبقى حرف اللام دوت عليه إيه؟ عليه قمر صغير اللي هو السكون، تبقى دي لام إيه؟ تبقى دي لام قمرية، يبقى دي لام قمرية، يبقى هضع علامة صح عند اللام القمرية. الكلمة اللي بعديها سرير، هنضع للكلمة دي ألف ولام، هتبقى السرير. السرير. ما نطقتش حرف اللام، والحرف اللي بعد الألف واللام حرف السين، وحرف السين من حروف اللام الشمسية، تبقى الكلمة دي لام إيه؟ لام شمسية، يبقى هضع علامة صح أمام اللام الشمسية. الكلمة اللي بعديها كلمة كتاب، هتبقى الكتاب. الكتاب. نطقت حرف اللام، والحرف اللي بعد الألف واللام حرف الكاف، وحرف الكاف موجود في جملة اللام القمرية، تبقى الكلمة دي لام قمرية. لازم نحفظ كويس جملة اللام الشمسية وأغنية اللام القمرية، لازم نحفظ كويس حروف اللام الشمسية وحروف اللام القمرية عشان نعرف نجاوب صح على الأسئلة دي.